هل جربت الحياة في إدلب لمدة دقيقتين؟ مبادرة أطلقها نشطاء سوريون لتوعية طلاب في الجامعات على ما يحصل في المحافظة باستخدام تسجيلات صوتية لأصوات القصف. نتابع كيف كانت ردة فعلهم. معنا الطلاب الأتراك أصوات القصف وخلينا نعيشوا عن جد معاناة أهلنا بإدلب. جزال بحياتي بي عنده بيتمشي هم استجكروا كفتش. كانت ردة الأفعال كانت كتير قوية، منهم بكيو منهم قاموا بدون ما يكملوا المقطع.